حي الله أبي نبيلة. الله يخليك. أخ يا نبيلة، لو أنا داري إن عمار عيتعب هكذا ما اشترطت بيت لوحدي. بالعكس يا سامية، هكذا أحسن علشان تعيشي مع زوجك بحرية. أنا دارية، بس بلغي خوش عمار لا يقلق من ناحيتي أبداً، أنا مستعدة أعيش معه حتى في الصحراء. أنا موافقة يا سامية، بس قولي على الله تصلح هذه الأرضية. آمين آمين يا رب. صفاء صفاء، صفوان خرجت. أيوة أخي. وينو صفوان؟ من صفوان؟ صاحب البيت. من صفوان؟ صفوان صاحب البيت، صاحب البيت. ما عمل؟ أنا قال أمس. نقل أمس، وأنت ما أنت؟ أنا المستأجر الجديد. المستأجر الجديد؟ أيوة. وش معقول؟ شلوني. يعلم الله ما مالك يا عمار، لا سلام ولا كلام، وبعدين ليش صورتك هكذا مهموم يا اخي؟ ايش قد حصل؟ الارض ثانية حكي كي رح الجو مش معقول. معقول ونص، هذا الذي حصل. واللي عجنني يا بشير ان جاري كذب علي وقال لي ان معه 20 لبن في هذا الجمعية، والان اكتشف ان ما معه الا 5 لبن، وهن الذي باعن لي. لا حول ولا قوة الا بالله، الله يعينك على هذا البلية. بس ايش حصل لهذه الجمعية وانت قلت لي انها مضمونة؟ المشكلة انها مضمونة حاليا، لما طمع فيها بعض عشاق الاراضي. والان ما بيقولون لنا، يعوضونا في بقعة ثانية. سهل سهل يا عمار، ما داموا فيها تعويض. بس يعلم الله ايحن يا بشير، وانت تارين انا الشيء اعمل لي بيت والزواج قبل ما تقعد. ليش اي الحين عيدوا لكم التعويض؟ قريب 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 جدا، بعد 60 70 80، ولا اقول لك 100 سنة بالكثير. لا تيأس يا رجال، لا تيأس، عب عليك. أمانة ضحك، أمانة ما ضحك ضحك ضحك. إيش اسمه ضحكتك الحالية؟ بس شو اسمه جاك؟ ولا يهمك إلا أرضية. بس ما تكونش في جمعية. لا لا، مش في جمعية، أنا معي لك أرضية لقطة حر صافي مصفى حق واحد محتاج. بشير، أنت متأكد من هذا الأرضية؟ 100%، أنا شفتها، وممكن أسير أنا وأنت بعد العصر وتتفق أنت وصاحبها بنفسك. بعدك. هذا باين على عمك. قومي افتحي لها خوجها بنتي. حاضر يابا. قومي، الله يبارك فيك. الله يسمعنا خير يا ناس. اخوش يعلم الله ما قد فعل في موضوع الارضيه الذي صار يبسرها. يعلم الله. صبري ثواني يمه وحنساله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. هنيا بلدي، هنيا بلدي. تعال عيد اختك. اختار اختي، اختار رسول الله. ضف على اختك. ليش انتوا كذا مزاحمين؟ الله الله يا ولدي، يعني انا المزاحمين المزاحمين، انفاسحة في القلوب، انفاسحة في عينه. في الأراضي قصدي، في القلوب، في القلوب. وبعدين يا ولدي مالك؟ أقول لك أنا مالك تأخرت. أنا آسف يابا، بس الأرضية صرت علشان أشوفها باسمه، وطلعت بعيد شوية هكذا، وصرت بعدين لعند صاحب الأرضية علشان أتأكد من أوراق الملكية. كيف أنا ذكي؟ ذكي مثل أبوك يا ولدي. خير إن شاء الله. أهم شيء يقول لي الأرضية عجبتك، حالية فساح واسعة مربعة، يعني تمام. حالي حالي، ولو إني صغير شوية. وانت سهل يا بني، على قد الحال ما شاء الله. كأ أهم شيء ما يكونش فيها مشاكل.
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما بيش مشاكل. الله يوفقك يا عمر في هذه الارضيه. امين امين يا رب العالمين. ولو ان في مشكله كذا بسيطه. مشكله بسيطه كذا. مشكله مين يا ولدي؟ اسمه ما مش عارف منين ادبر قيمته. الله الله يا عمر لو ما تقول هذا الكلام ما ابوك جنبك. عيب يا عمر. ولا يهمك يا ولدي ولا يهمك. عنبي ارضنا الذي في القريه علشان نشتري لك هذا الارضيه. اللهم انت في عمري علشان اوصل صبركم. امين. مبروك مبروك يا عمار مبروك. اخيرا اشتريت لك ارضيه واستلمت وثيقه الملكيه. الحمد لله الحمد لله والشكر لله. باقي عمرها وزوج على طول. وانا استلمت لك الجمعيه. ايش بالجمعيه؟ لا لا تخاف لا تخاف. انا اقصد جمعيتنا احنا الموظفين اللي بيخصموها اقساط علينا من المرتب. وهذا الشهر دولي صح؟ هذا الشهر دولك يا عمار. الله يبشرك بالخير يا بشير. انا مش عارف كيف اشكرك يا بشير. لا شكر على واجب. تفضل حقك البسيط. شكرا حبيبي. ساميه ساميه. وهذه فلوس الجمعيه. شكرا شكرا يا بشير شكرا. تاخذها وتتحرك الان تعمر الارضيه الليله. قصدك اسورها؟ تسورها وتعمرها ضربه واحده بس في الليل. وليش العجل هذا كله وفي الليل؟ علشان تضمن حقك وتسلم من الهدار والداوية. وعليك صلينا يا محمد. عليك صلينا عليك صلينا. الباب يا فيصل الباب. عليك صلينا عليك صلينا عليك صلينا ركبوا الباب. ابسد اضمن اضمن على الارض حق ان باب. عليك صلينا يا محمد. عليك صلينا يا محمد. عليك صلينا يا محمد. عليك صلينا يا محمد. عليك صلينا جينا جينا. كيف تقرب الباب؟ والله هي قرب الباب قرب الباب كذا كذا. لا ها والله كيف ارفع ارفع بدور ارفع. ديشل ديشل من هذا يا 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 ابي معكم ما نشرب. بسروا لي ما بسروا لي ما انا الدبه اذا كانت دبه. شلف شلف صغار شلف صغار. عليك صلينا يا محمد. عليك صلينا يا محمد. عليك صلينا يا محمد. عليك صلينا يا محمد. والجدر عينك يا محمد. عليك صلينا 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 يا محمد. عليك صلينا. يا اهل البيت. انا جارك الجديد. جارك الجديد ايوه. فرحني جاي منك بدله. ايش من بدله يا اخي؟ انا جارك هذا اللي بنعمر الارض جنبك. ها ما قلت ايش لي اشي شويه مع اجي تدور مي. ايوه وانا بتاني اجي تدور كهرباء. ابعد يدك من اخرتك. ابعد يدك من اخرتك. ها ما تشتي اشي شويه مع شويه مع اشي مع. ايوه اشرب انا والعمال. دور العمال. ايوه ها الجار. ايوه انا جار جار. يا اخي ما انت خايف هكذا؟ افتح الباب. طيب والله ما افتح الباب حتى لو يقرح راسي. يقرح راسك؟ اه خلاص خلاص خلاص. اخرج من الطاقه. ها اخرج من الطاقه. انت جار سب؟ انا جار والله. اها ابعد يدك من اخرتك. صفوان عمار ايش معك هنا يا عمار؟ انا من اعمر الارض حكي جنبي. اي وانت انت ساكن هنا؟ انا ساكن هنا. يا سلام اخيرا تحقق حلمي. الطاقه جنب الطاقه والباب جنب الباب. اللهم استعان عليك. ليش؟ اللهم استعان عليك يا صفوان. هذا الفتره كلها وانا ادور عليك. ليش تدور عليا؟ الجمعيه حقكم طلعت فاشله وبسطوا على الارض الاولى. ها عين الخمسه اللي بلقبتوها لك. اي قرح جو والنافوره وسمك القرش. جالس انت والنافوره يا اخي. عب عليك تجي شوي اما غدوه نتفاهم. نتفاهم بكره؟ بكره نتفاهم. انا عاد اوريك كيف يقعبك. وبسطوا على الارضيه حقك؟ ايوه
نجمع حقنا تلعب فاشل. تعال حبيبي تعال افتح لقفك. عاطش؟ يا سلام تخيل زعم كذا لو سمك القرش بس لو سمك القرش كذا تقفز وانت مقعي يعني حسبنا اني نافوره يعني وسمك القرش يتقفز والدولفين يعني 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 ايش؟ يعني ايش؟ مصمم على النافوره؟ مصمم انا ضروري نعمل نافوره هنا. ها عمار ها عمار انا ضروري ان انا اعمل نافوره هنا ودي سمك القرش والدولفين يتقفز لاجل عمال يرتاح. عمار عمار قم يا اخي قد اذن الفجر. طيب يا نبيل حاضر. مش انا قلت لي اصحيك بدري علشان تصير ترش البلوك المعموره في الارضيه؟ ايوه صح البلوك البلوك ايوه البلوك الله يكون في عونك يا اخي. لا والله ما صبر والله تخلي له حجره والله ما صبر والله كسروهم كلهم اللي كتربه قلب قلب هذا هكذا ها قلب هذا هكذا قلب أنا مش معقول عمي قاهد يفعل بالأرضي والبيت حقي هكذا. بيت من الجناء؟ بيتي هذا حقي الأرضي هذا الأرضي حقي ومن قال لك تعمر فيها؟ أنت عايز إنك بتمزح يا عم قاهد. ما هو الجناء هذا الأرضي هذا حقي. تمام والله تمام. معك ما يثبت؟ أيوة معي ما يثبت. هذا الرصيد حق مني هذا حق الأرض حقي. شوف يا حبيبي البصيرة هذا أيوة غير شرعية. ليش؟ ليش؟ لأن الأرضية هذا حقي أنا اشتريتها قبلك وهذا بصيرتي تثبت كلامي. ملع عينك. يعني كيف يعني؟ كيف يعني؟ أيوة يعني إن صاحب الأرضية باعها لك مرة ثانية وضحك عليك. تمام؟ كيف يعني؟ يعني إنك تغسل يدك من هذا الأرضية وتروح بيتكم وأنت بخير تتحمد الله على العافية.